ولا ضغطت الشنطة بس 10 ايتم ولا الشنطة؟ لا لا ما ضغطت الشنطة. ما دخلت لليوتيوب انا محدد له هنا السمك المرص الطري، دي كانت تجربة وانا رسخت السمك المرص. هو هنا انا بقول له ايه؟ انا اساسا عندي سرعتي 1 ميجا، فلو كتبت ال 4 ميجا يبقى انا فتحت فولت زيادة كمان. ال 4 ميجا دي انا قلت له اي حد يشغل يوتيوب ياخد السرعة دي. انا اقدر اخليها 40 ميجا بقى لو انا سرعتي كتير جدا. خليها 40 ميجا. ده البفرنج المشاهدة في الداونلود. المشاهدة. تمام؟ اللايك. سميت اللي عندي هنا في الفاينل بي سي كيو علشان هي دي اللي هتفتح لي الريت والليمت والتوتال تايم. طب هو في اي حاجه هنا ما بتفتحليش الحاجات دي. بي سي كيو الوحيده اللي بتحدد لي ان انا اقدر احط جواها اللي انا عايزه. دايما بينزل لك الليمت 10 والتوتال تايم بيطلع لك اللي هي ال 4000. انا مش عايز اعدل غير فوق هنا وبالميجا. لو انت عايز بالكيلو عدل بالكيلو، لو انت عايز 256 256 كيلو بايت، خليت اليوتيوب كله في الشبكه 256 دمرت الدنيا. تمام؟ لا في ناس بيقول لك لا انا عايز اليوتيوب اثبت حاجه في الموضوع هاي عشان يتزهقوا ما يفتحش اليوتيوب. تمام؟ وفي ناس بتقول لك لا انا عايز كل سرعتي بتاعت اليوتيوب. اكتب 40 ميجا في الشبكه بتاعت 40 ميجا تستنى. لو انا فتحتها لو انا بقفل اليوتيوب بطريقه تقل لي انا بقى السرعه عشان يتكرر. البدايه بتاعت فيس ام بي 4 ما لهاش يوتيوب. لو دخلت في اطار اليوتيوب هتبقى قليله قليل. لو ام بي 4 اللي هي مرفوعه على الفيس مش شغاله كويس. لو انا دي اللي عايز اقفلها اللي هي اللي هي بتاعت الفيس بس. ام بي 4 دي على الفيس ديركت. هتروح بقى على الماير سيتنج هتعمل شفت الجي بي جي والجي بي جي ام بي 4 ونروح على المانجا نعمل برو راوتنج و واروح رايح بقى هنا في الكيو تايب عامل لها واحده برضه مسميها فوق ام بي 4 او فيديو فيس وهروح حاطط له هنا 256.